هل 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 إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة شيخنا سلطان العاشقين أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه وإلى حضرة شيخنا وسندنا أبي عبد الله شرف الدين محمد البوصيري رضي الله عنه وإلى حضرة شيخنا وسندنا كندور أستاذ قدس الله سره العزيز وإلى حضرة شيخنا وسندنا باناي كولمبا بمسليار قدس الله سره العزيز وإلى حضرة شيخنا وسندنا وملاذنا تاج العلماء السيد عبد الرحمن البخاري قدس الله سره العزيز وإلى حضرة شيخنا وسندنا السيد الشريف المدني الأولى لمي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة شيخنا وسندنا السيد عبد الرحمن الجفري قدس الله سره العزيز وإلى حضرة شيخنا وسندنا وملاذنا محمد أبي بكر مسليار مدوري قدس الله سره العزيز وإلى حضرة شيخ وإلى حضرات جميع مشايخنا وساداتنا وخواص عبادك المدفونين في بلدتنا هذا رضي الله عنهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم.